بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا اتكلمنا على جيت امبلويز اللي بتجيب لي الداتا بتاعت الامبلويز، وقلنا الريزلت سيت وبتاع، واخدنا فيه فكره بسيطه. عايزين نعمل المره دي نعمل حاجه متكامله شويه. الداتا دي جات لي كلها تيبل، انا عايز اعرض التيبل ده كله من الكوتلين بقى بكل بياناته بكل الفيلدز بكل حاجه. ازاي الداتا جات لي عايز اشتغل عليها، فهعمل فايل جديد جوه برده الباكج اللي اسمه ماي سكيل ورك، و فانكشن اسميها برنت الامبلويز تيبل، اطبع لي جدول الموظفين. طبعا جدول الموظفين اعملها برنت على طول، برنت اوت. احنا عندنا اصلا الكود اللي بيريتريف كل الداتا دي، ويعمل الفانكشن اللي بت ايه المين اللي هي هتستدعي طبعا برنت امبلويز تيبل، بس مش هتعمل اي حاجه ثانيه خالص، مش محتاج منها غير ان هي بس تنادي على الفانكشن اللي هي بتطبع. وتعالى بقى نشتغل في البرنت امبلويز تيبل وازاي هنطبع كل البيانات اللي جايه لي من الايه من الماي سكيل. فعملت برنت لاين اول حاجه عشان اطبع الهيدرز بتاعت التيبل، اي دي وسلاش تي اللي هي تابه، ونيم وسلاش تي اللي هي تابه، بس انا هعمل اتنين سلاش تي عشان النيم في الغالب بيبقى كبير شويه. بعد كده الجندر سلاش تي، وبعد كده الايميل، وكفايه خلاص ممكن تعرض السالري انت مش مشكله. برنت لاين ومعامل كده ايه خط تحتيه، يعني كده العناوين كولومز وخط، وبعد كده المفروض الداتا بقى تبدا تظهر لي صح؟ طيب كل الكلام ده كده بس مجرد طباعه هيدرز بس ملاش اي لازمه. فان عرفت ار اس، قلت له جيت امبلويز، هيحط الامبلويز دي جوه الار اس تمام كده، واعمل بقى لوب لان انا كل مره عايز اعمل نيكست واطلع نيكست واطلع نيكست واطلع نيكست. فعملت وايل خلاص ار اس دوت نيكست، فار اس دوت نيكست كل مره تنزل سطر اللي بعده السطر اللي بعده. اول ما ار اس دوت نيكست تجيب لك فولس معناها ان مفيش لسه روز ثاني خلاص، فالوايل هتقف وده المطلوب. يبقى ار اس دوت نيكست لو جابت لي فولس معناها ان الروز خلصت. ار اس دوت جيت اول حاجه قلت جيت انت، لا مش بس كده، في عندك جيت اري، جيت بيج ديسمال، ديج بي ال او بي اللي هو باينري لارج اوبجكتس، الديت، الفلوت، السترينج، الاوبجكت، الرو اي دي، الشورت، اللونج، كل الانواع جيت والنوع اللي انت عايزه، نوع الداتا اللي انت عايز تجيبها. فانا اول واحد عندي اللي هو انت، اللي هو انتجر اللي هو كان رقم الموظف، قلت له خرج ار اس دوت جيت انت في الكولوم اندكس رقم واحد. الغباء خد بالك ان هو مش كولوم اندكس، هو كولوم نمبر بيشتغل كده يعني، لان لو اندكس المفروض يبدا بالزيرو، هو بادئ من واحد يعني، خد بالك هنا عشان هي شغاله كده. فقلت ار اس دوت جيت انت، قال لي الكولوم ايه؟ قلت له الكولوم الاولاني دوت تو سترنج، عشان هقول سترنج عشان هعمل الكود ده اطبع يعني، عايز اطبع ده كله. وبعدها قمت عامل سلاش تي سلاش تي سلاش تي عشان يعمل تابه، احنا اتفقنا اصلا الاي دي فوق وبعديه تابه صح؟ هعمل نفس الفكره، وبعد ما يطلع الاي دي اقوم عامل تابه، وبعد التابه ار اس دوت جيت سترنج على طول الخانه اللي بعدها رقم اللي الكولوم رقم 2 هناك في الداتابيز. فالكولوم رقم 2 هناك في الداتابيز يساوي النيم صح كده؟ ونفس بقى اللي هي سلاش تي بقى وار اس دوت جيت سترنج دي اخدت منها كابي، تعمل بيست، وعشان اخد اللاين الايه اللي بعده اللي بعده اللي بعده نسق بس العرض بتاعي ار اس دوت جيت انت. ايوه خلي كله كده على نفس التوازي تمام، عشان طبعا عينيك تبقى تكشف اي ايرور لو في اي خطا او حاجه منسيه. فقلت ار اس دوت جيت سترنج رقم 3، بيست رقم 4، عندنا الاي دي والنيم والجندر والايميل 4 بس، مش تمام جدا ما عرضناش الدبل مش مشكله، ممكن تبقى تعرض دوت تو سترنج عادي. فخلاص كده خلصنا كده تمام. يبقى كده عملنا ايه وايل وبنطبع الاي دي وبعد كده النيم وبعد كده ماشي. وبعد ما خلصنا نطبع اكلوز الماي اس كيو كونكشن هنا لان خلصت الشغل على الايه على الريزلت ست، ساعتها اقدر اعمل كونكشن ايه اعمل له كلوز. فاعمل كليك يمين واعمل رن، الاي دي النيم الجندر الايميل والخط، الداتا ما طلعتش، الداتا ذات نفسها ما طلعتش ومفيش ايرور ليه واي واي. تعال نرجع للكود بتاعنا كده ليه مظبوط، لان احنا ما عملناش برنت اصلا، احنا عملناه وجبناهم بس في الهواء ما عملناهمش برنت خلاص. فاحنا هو عامل جيت انت وجيت سترنج وجيت سترنج وجيت سترنج وما عملناش ايه يعني برنت لاين يعني. فنرجع كده نزود في ال، لا هو مفيش حاجه مفيش ايرورز عندنا في المثال اللي فات، المثال بيريتريف الداتا كلها تمام. ارجع بس اكزامبل بتاعي، هاجي عند الوايل وازود بس برنت لاين لكل الكلام ده اللي هو الجيت انت واللي جنبيها الجيت سترنج والسترنج والسترنج الاخر. فقلت برنت لاين من اول هنا لغايه الايه
لغايه الاخر، وايوه اللي هو ده كله اللي هو كل الكولومز. وتعال نعمل كليك يمين ونعمل رن. الله ينور، كبر بس كده عشان نتفرج على العرض الجميل ده، او نشوف هو مش جميل قوي لان في شويه حاجات مش متظبطه. لكن الاي دي والنيم والجندر والايميل واللي بعده واللي بعده واللي بعده، والدنيا كويسه كويس جدا. بس هو عشان حجم النيم كبير فبيزق حاجات زياده وبتاع، فاحنا ممكن نكت كده النيم كده نخليه حجمه معقول، حاجه كده على الارز دوت سترنج. اقول له دوت تيك، يعني خد كام كاركتر، اقول له 10، خد 10 عشان يبقى كده بالنسبه لنا، او نجرب انت 15 ما تظبط معاك الداتا بشكلها هيكون شيك شويه. تمام، اتخيل ان هو ظبط العرض بتاعنا يعني. كده مظبوط، ان الاي دي نيم الجندر تحت بعضها والايميل تحت بعضها كشكل يعني عرض، يعني شكله بقى معقول شويه. التيبل اللي احنا طبعناه طبعا المفروض نبقى على ابلكيشنز بقى ونبقى نطبع، بس خلينا الاول نتعامل مع الداتابيز كده بالكود، وبعد كده ان شاء الله ما نخش على ابلكيشنز نبقى نشوف هنعمل ده كده ازاي. السلام عليكم.